اليوم فقرتنا حتكون رائعة والمعلومات فيها جدا مفيدة. حنحكي عن اللحم الأحمر، شو هي الأنواع المختلفة للحم الأحمر وكيف بنختار اللحم، شو هو اللحم اللي بنستخدمه بأي طبخة وأي لحم صحي أكثر. خليكم معنا. أول شيء حنحكي عن أنواع اللحوم المختلفة وحنبدأ بلحم البقر. لحم البقر أكيد في منه أنواع كثيرة، وحنبدأ أول شيء بلحم العجل. لحم العجل هو لحم البقرة اللي عمرها صغير، أقل من 14 أسبوع. مثل ما منشوف لونه بيكون زهر فاتح، وهو يعتبر متوسط بالدهون، وكتراوة أو كليونة يعتبر جداً لين. خلينا نشوف لحم البيف أو لحم البقر اللي عمره أكبر. بالنسبة للحم البقر، لحم البقر اللي هي عمرها أكثر من سنة، اللحم بيكون لونه أحمر أقوى، وبنفس الوقت الليونة أو الطراوة تبع اللحم بتكون أقل. إذا نحن اتجهنا كمان للحم الخروف، لحم الخروف بيكون أكثر وبالتالي السعرات أكثر. وقت نحكي بالبريميوم كواليتي أو اللحوم اللي جودتها أعلى شيء، دائماً بنسمع عن الواجيو بيف وبنسمع عن الأنجس بيف، بس شو الفرق بين اللحوم؟ الواجيو يعتبر جودته أعلى لأنه تغذيته هو أصلاً جاي من اليابان، وبنفس الوقت لما نحن اطلعنا على المغذيات الموجودة بالواجيو بنلاقي أنه فيه الأوميجا 3 أعلى، الأوميجا 6 أعلى، وبنفس الوقت هو منخفض بالكوليسترول ومنخفض بالدهون المشبعة، وبنفس الوقت مرتفع بالدهون الأحادية الغير مشبعة واللي هي أفضل أنواع الدهون لصحة القلب، ويعتبر خيار صحي. وقت نحكي عن اللحوم وشو هي أكثر الأنواع الصحية من ضمن اللحوم، لقينا أنه اللحم اللي تم تغذيته على العشب سعراته أقل، دهونه أقل، غني بالأوميجا 3، غني باللينوليك أسيد والأوليك أسيد، وبنفس الوقت صحي كتير. ولما نحن نقول grass fed نحن بنضمن أنه هذا نوع اللحم لا يحتوي على المضادات الحيوية، لا يحتوي على الهرمونات أو أي مكملات ممكن تضر بقيمته الغذائية. مثل ما شايفين على الحيط ورانا في الأجزاء المختلفة للبقرة، واليوم معنا الشيف أبو يوسف حيحكي لنا عن المواضع المختلفة للحوم على البقرة وكيف ممكن نستخدمها بالطبخة اليومية، وشو هي اللحوم اللي بتحتوي على أقل نسبة من الدهون. هلا في عنا أكثر من موقع في البقرة، في اللي عندك اللي هي الراوند هذا تستخدم للمفروم وللراس عصفور، يعني للقطع للطبيخ اليومي، وفي عندك اللي هي أجزاء الظهر اللي هي الريب آي والستريب لوين اللي هو تعتبر الشورت لوين، هاي مخصصة للستيك. في عندك التندر لون والستريب لون، هذول هم ثلاث قطعيات، هم قطعيات من الظهر. وفي عندك اللي هي التشك، هاي قطعية تستخدم للبرجر بكثرة وطعمها ممتاز ودهنها بتكون مناسب للبرجر 100%. وبالنسبة للدهون، اي اقل كات او اي موضع اقل شيء بيحتوي على الدهون؟ اقل شيء بيحتوي على الدهون اللي هو الظهر، اللي هي قطعة التندر لون او الشورت لون كامل مع التندلون، هي أقل شيء للدهون وبتستخدم للستيك. كيف نميز بين اللحم الطازج واللحم الغير طازج؟ أكيد أول عامل لازم ننتبه عليه هو اللون. لون اللحم لازم يكون أحمر، وإذا كان اللون مايل لبني أو أحمر جداً غامق هذا الشيء بيدل على أنه اللحم غير طازج ويفضل نتجنب نشتري. أكيد كمان لون العظم ولون الدهون، إذا كان أبيض يدل على أنه طازج، وإذا كان على أصفرار أو أصفر يدل على أنه غير طازج. وآخر شيء هو الريحة. وقت نشتري اللحم كتير مهم أنه نتأكد أنه اللحم يكون منعزل عن أي شيء تاني بنشتريه أو منحطه بقلب العربة، ممكن نحطه بأكياس ونمنع تماس بينه وبين أي شيء تاني، واللي منقل له التلوث الانتقالي، لأنه البكتيريا الموجودة باللحم الني ممكن ينتقل لأشياء تانية. ممكن نحفظ اللحم الأحمر الني في البراد لمدة 3 أيام وبالفريزر لمدة 3 أشهر حتى 6 أشهر. آخر نصيحة حنعطيها اليوم هي أنه بحسب المؤسسة العالمية للبحث في السرطان بعام 2015
وجدت أنه تناول اللحم الأحمر بكثرة ممكن يزيد من احتمال حدوث السرطان وبالأخص سرطان الكولون. لذلك ينصح بتناول ما بين 300 جرام لحد 500 جرام من اللحم الأحمر أسبوعياً حتى نحصل نحن على فوائده ونتجنب أي مشاكل ناتجة عن تناوله المكثف. هي كانت فقرتنا لليوم، بتمنى تكونوا استفدتوا وشكراً كثير.